أجواء خريفية ممطرة هي التي تكتنف سماء الخرطوم هذه الأيام في إشارة لبداية فصل الخريف لهذا العام، فهذه الأجواء تعتبر متنفسا للأسر ومساحة للجمال، فالخضرة تأخذ في العنفوان وعليل النسيم متكأ من حر الهجير وقساوة الطقس، بينما الأمكنة ترتدي ثوبا قشيبا في صورة متناهية الجمال لتعكس روعة الطبيعة عند موعد الخريف. فالأيام المقبلة تقول هيئة الأرصاد الجوية بأنها ستشهد أمطارا طفيفة. من المتوقع حدوث الأمطار الخفيفة إلى متوسطة متفرقة في معظم أنحاء السودان باستثناء ولايات نهر النيل الشمالية والبحر الأحمر. ومن لما حفصات نسود ضربات هباب وعملات ضباب. هكذا الحال عندما يكون المزاج متلائما مع المناخ، فالإنسان السوداني يترنم مع الجمال أينما كان، ومثل هذه الأجواء تمثل عنده انطلاقة ليوم مليء بالحيوية والنشاط. الأيام دي الجو حلو شديد، ما في شمس، على قولتك الناس بتطلع بتتفسح بتشوف، طلعوا الأهالي وكده. الجو حلو يعني ما بتكرر كتير في السودان، وبالذات في الفترة دي الصباح. مع تعدد فوائد الخريف في مناح عدة، إلا أنه عند هؤلاء يأخذ أهمية اقتصادية وقوة لممارسة هواياتهم التي تتوافق مع مثل هذه الأجواء. جو خريفي جميل جدا جدا، وجو نحن طبعا يعني كحوات بساعدنا، وأنا طلعت اليوم ده مخصوص هو بشرك رابي جباتي الموية وراي الرزق. الغريب عن وطن وما طال غيابه خروج الناس إلى المساحات المخصصة والأماكن الخضراء للترويج عن النفس قد يأخذ بعدا آخر في مثل هذه الأجواء، خاصة عندما تحجب السحب أشعة الشمس. عندما تتناثر حبيبات المطر وتحتضن غصون الخضرة على بساط الأرض وتتوارى الشمس خلف الغيوم، تكون للنفس سرورا وانشراحا ومبعثا للنشاط والإبداع. ناجي فاروق، الشروق، الخرطوم.